العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد، فهذا الدرس 49 بعد 300 من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ودرسنا اليوم بإذن الله في الحديث رقم 808، فسنستمع إلى قراءة نص الحديث. يتفضل بها الشيخ عمر، فليتفضل، جزاه الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: حديث أسامة عن عروة قال: سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنب فإذا وجد فجوة النص. أخرج البخاري في كتاب الحج: باب السير إذا دفع من عرفة. أيوة، إذن هذا الحديث متفق عليه من حديث أسامة بن زيد، وهذا الصحابي قد سبق معنا في الحديث السابق، وهو أيضا صحابي مشهور حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج، وأقد له باب السير إذا دفع من عرفة. والحديث تكرر عند البخاري في موضعين آخرين، تكرر عند البخاري في كتاب الحج نعم، في كتاب الجهاد، نعم، في كتاب الجهاد جاء الحديث أيضا في كتاب الجهاد بمناسبة الكلام عن حجة الوداع في كتاب الجهاد، وكذلك جاء الحديث أيضا في كتاب المغازي. إذا تقريبا 3 مواضع تكرر هذا الحديث. أول موضع في كتاب الحج، والحديث ظاهر أنه في الحج. وأما الإمام مسلم رحمه الله فالحديث أيضا ورد عنده في كتاب الحج، والباب باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة. في هذا الباب ورد الحديث عند مسلم. إذن الحديث، نص الحديث كما استمعنا، يقول الراوي: سئل أسامة وأنا جالس، والراوي هنا هو عروة بن الزبير، نعم، وهو تابعي مشهور. فيقول عروة: سئل أسامة وأنا جالس، وفي رواية مسلم: وأنا شاهد، نعم. ثم في رواية مسلم ورد شك، لأن الراوي الذي روى عن عروة شك هل عروة شهد السؤال أو أن عروة هو السائل. لكن المهم، المسؤول هو الصحابي، هو المسؤول وهو أسامة. إذن سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع. نعم، إذن ومعنى حين دفع أي حين خرج من عرفات ذاهبا إلى المزدلفة. طيب، وهذا السؤال لمعرفة
حركات النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كيف كان يسير. فكان الصحابي وهو أسامة حاضرا، لأنه ممن شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعنده علم، عنده علم بالسير. ثم أيضا لأسامة خصوصية مما جعل عروة يسأله، والخصوصية هنا سبق في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه، تذكرون؟ أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم أردف أسامة عند الخروج من عرفة إلى مزدلفة، أردف أسامة، بمعنى كان وراء النبي على الدابة، فهو أعلم الناس بكيفية سير النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك وجه السؤال إليه. إذن لأن السائل الذي هو التابعي عرف أن أسامة كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم عند الذهاب إلى مزدلفة، فأجاب أسامة قال، يعني أسامة كان يسير العنق، كان يسير العنق. إذن فهو يخبر هنا عن كيفية سير النبي صلى الله عليه وسلم، كان أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق. العنق في الإعراب يعرب مفعول مطلق لبيان النوع، أيوة، لأن العنق نوع من السير، فقال العلماء بين الإبطاء والإسراع، أيوة، بين الإبطاء والإسراع، أي سير ليس بطيئا وليس سريعا جدا، يعني وسط، أيوة، يسمون هذا سار العنق، بمعنى ليس بطيئا وليس سريعا جدا، كان يسير هذا النوع من السير. قال فإذا وجد فجوة نصع، أيوة، وهذا يفهم أنه كان يسير في زحام، لأن الحج يعني فيه جماعة، والعادة أن الناس يكونون حول النبي صلى الله عليه وسلم لكي ينظروا إلى أفعاله، ولذلك إذا وجد الزحام صار العنق، أيوة، لأن لا يؤذي الناس، لا يؤذي الناس، فكان يسير العنق عند الزحام، ولهذا قال فإذا وجد فجوة، أي فرجة أو سعة متسعا في الطريق، بمعنى ليس هناك جماعة في الطريق، نصع، وهذا أيضا نوع آخر من السير، أي بمعنى أسرع، نصع بمعنى أسرع. إذن فالعنق سير والنص سير أيضا، نعم، كل هذا من ألفاظ العرب لأنهم يتنوعون في لغتهم، نعم. إذن فإذا وجد فجوة، فجوة مثل فرجة أو فصحى، كل ذلك دليل على ماذا؟ وجود يعني مجال، أيوة، مجال وليس فيه زحام، نصع. إذن وهذا هو لفظ الحديث، فهذا الحديث في بيان كيفية السير، كيفية السير بين عرفة ومزدلفة. وهذا الحديث فيه ما يدل على أن حتى السير، كيفية السير، أن هذا من السنة، بمعنى ينبغي أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كيفية سيره، لأنه يسير في العبادة، نعم، لأن السير من عرفة إلى مزدلفة عبادة، وكذلك السير من مزدلفة إلى منى، كل هذه مواضع مشاعر. إذن فطريقة سيره ينبغي أن نقتدي به في هذه الطريقة، ومن هنا كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين يحرصون على معرفة كيفية سيره، كما سأل هذا التابعي الصحابية عن كيفية سيره، كل ذلك ليقتدوا به. وهذا أيضا فيه دليل على أن الإسراع مطلوب، ولكن
يعني يكون بتوسط، يكون بتوسط. لماذا؟ للإسراع مطلوب، لأن المسلم وهو في الحج مأمور أن يؤدي صلاة المغرب في مزدلفة ولا يصليها في عرفة، إن فهو يحتاج أن يسرع حتى لا يمضي كثير من الليل، حتى لا يمضي كثير من الليل. إذن فهو يسرع في السير ولكن لا يسرع إسراعا يؤدي إلى ضرر. ولذلك هنا وبخاصة مع وجود الزحام، مع وجود الزحام فيسير سيرا مناسبا بحيث لا يؤذي ولا يحمل الناس أيضا على الأذى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان يسرع في سيره لتبعه الناس ثم تكون هناك مشقة، لأن الإسراع إذا داموا عليه لابد سيصيبهم مشقة، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد لأمته المشقة. إذن فكان يسير العنق لكنه إذا وجد فجوة نص. إذن وعلى هذا فيكون هذا السير من الدين، يكون هذا السير من الدين، ويكون فيه بيان أن هذا الدين فيه مراعاة للظروف، مراعاة للظروف، وأيوة ابتعاد عن المشقة بقدر الإمكان. فالمسلم لا يطلب المشقة، وإنما إذا جاءت المشقة بدون قصد عندئذ تؤجر. أما أنت لا تقصد المشقة في أعمالك ولا في أمور دينك. إذن فالسير هنا إنما ورد السؤال عن السير هنا لبيان أن هذا السير داخل في النسك، داخل في النسك، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بأن يأخذوا عنه مناسكهم، هذا هو السبب. إذن فهذا الحديث بعد الحديث في البخاري بعدما روى الحديث ذكر قال هشام، وهشام هو ابن عروة، وهو الذي يروي الحديث عن أبيه عن أسامة. قال هشام والنص فوق العنق، هذا تفسير لبيان النص، أيوة، فإذا وجد فجوة نص. قال النص فوق العنق، بمعنى يعني هو أسرع من العنق. قال أبو عبد الله وهو البخاري نفسه فجوة أي متسع، تفسير يعني، أيوة، فجوة متسع، والجميع فجوات وفجاء. إذا أردنا أن نجمع فجوة نجمعه فجوات أو فجاء، وكذلك ركوة ولكاء. ثم قال مناص ليس حين فرار، هو هنا يرجعنا إلى القرآن ولا تحين مناص، ليبين أن معنى مناص أي فرار، ولا تحين مناص أي ولا تحين فرار، بمعنى يوم القيامة لا مكان للفرار، لا مكان للفرار. أما في الدنيا يمكن أن تفر إلى مكان آخر فلا يجدونك مثلا، أما يوم القيامة إلى أين تفر؟ إذن لا مجال للفرار. إذن نسأل الله النجاة. هذا هو الحديث وهو مختصر. الآن سننتقل إن شاء الله إلى الحديث الذي يلي برقم 809، فليتفضل عمر بقراءة نص الحديث. حديث أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء لمزدلفة، أخرجه البخاري في كتاب الحج باب من جمع بينهما ولم يتطوع. أيوة، إذن هذا أيضا حديث في حجة الوداع في أمور الحج، والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري وكذلك أخرجه مسلم. وأما البخاري فأخرج هذا الحديث في كتاب الحج في باب من جمع بينهما ولم يتطوع،
فقال الراوي هنا حدثني أبو أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والإشاء بالمزدلفة. وكذلك روى الإمام مسلم هذا الحديث في كتاب الحج في الباب نفسه، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والإشاء جميعا بالمزدلفة في هذه الليلة. إذن ففي هذا الباب أخرج الإمام مسلم هذا الحديث، وهو من حديث أبي أيوب الأنصاري، وهذا الصحابي من كبار الصحابة وهو من الأنصار، واشتهر بكنيته أبو أيوب. نعم، وإلا فاسمه خالد بن زيد بن كليب الأنصاري. إذن وهو الذي يعني كان مضيف النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة، يعني في الهجرة كان مضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صحابيا جليلا وحضر الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توفي في عام 50 أو ما بعد 50 من الهجرة. نعم، فهو الذي يروي لنا هذا الحديث، وهو مختصر حكاية وبيان لفعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. فقال الصحابي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والإشاء، ثم بين مكان الجمع، قال بالمزدلفة. إذن فهذا فيه بيان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالمغرب والإشاء بعد الوقوف بعرفة، إذن فبهذا يتبين أن هذا الجمع سنة، لمن حج أن يجمع بين المغرب والإشاء بالمزدلفة. ولذلك فلا يصلي المغرب في عرفة، مع أن الحاج يقف بعرفة إلى غروب الشمس، ولكنه لا يصلي المغرب بعرفة، وإنما يخرج من عرفة ويقصد مزدلفة، فإذا وصل مزدلفة جمع بين المغرب والإشاء هناك. وفهذا دليل على أن هذا العمل سنة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك رأينا في حديث أسامة السابق عندما نزل النبي في الشعب وتوضأ وضوءا خفيفا، فذكره أسامة بالصلاة فقال الصلاة أمامك. إذن مما يدل على أن الجمع في المزدلفة سنة، ولا يجمع المسلم قبل المزدلفة إلا لضرورة، إذا خاف يعني مثلا خروج الوقت، خاف أن يدركه الفجر وهو لم يصل إلى المزدلفة من باب الزحمة. وقد يحصل هذا في هذه الأيام، فعندئذ يضطر أن يجمع قبل مزدلفة، وإلا لا يكون الجمع إلا في مزدلفة. إذن فذكر هذا جمع في حجة الوداع المغرب والإشاء بالمزدلفة. ومزدلفة هذا من المشاعر، إذن بعدما يخرج الحجاج من عرفات، إذن يبيتون بالمزدلفة ويصبحون يوم النحر، ثم يتوجهون من مزدلفة إلى منى. إذن ومما ذكر في سبب التسمية بالمزدلفة، لأن ازدلف بمعنى اجتمع واقترب. نعم، ازدلف. نعم، إذن مثل يعني فقالوا هناك ما حصل ماذا، ويسمى جمع أيضا، يسمى جمع. مزدلفة له اسمان، مزدلفة وجمع. نعم، طبعا أشهر الأسباب لهذه التسمية أن الناس يجتمعون،
يجتمعون في هذا المكان بعد الوقوف بعرفة، فيزلفون هناك ويجتمعون هناك. لكن مما قيل أيضا من الأسباب أن في هذا المكان حصل المجامعة بين آدم وحواء، بين آدم وحواء بعد النزول من السماء إلى الأرض. نعم، فقيل إن آدم نزل بالهند وحواء نزل بالجدة. نعم، ثم التقيا بعرفات، التقيا بعرفات، وآدم هو الذي كان يبحث عن حواء، لأن جدة مع وعرفات قريب جدا، ليس بعيد يعني. أما الهند، انظر الهند ومكة بعيد جدا، فهو الذي كان يبحث عنها. نعم، لأنه هو القوام، فهو الذي كان يبحث عنها حتى يعني ما تلاقيا بعرفات. نعم، ثم حصلت ماذا؟ المجامعة بمزدلفة، هكذا قال بعض العلماء، والله تعالى أعلم. هذا مما قيل يعني، لكن ليس عندنا آثار بأسانيد قوية يعني نعتمد عليها، إنما هذه روايات في كتب التاريخ. نعم، طيب، إذن فعلى كل حال هذا الحديث فيه بيان أن المسلم أو الحاج يجمع بين المغرب والإشاء بالمزدلفة. طيب، هنا قلنا أولا هذا الجمع، هذا الجمع سنة. نعم، وأما الصلاة نفسها، الصلاة فرض، لكن كونك تجمع بينهما بهذا المكان، هذه هي السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فكان سنة. وقد رأينا في الحديث السابق أن هذا الجمع يعني يكون بماذا؟ بأذان وإقامتين، بأذان وإقامتين، وأنه لا بأس من الفصل بينهما يعني بعمل يسير، يعني كأن تصلي المغرب ثم تشتغل بشيء ما ثم تصلي الإشاء بعد صلاة المغرب، هذا لا حرج. نعم، لا حرج، كما رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المزدلفة صلى المغرب بادر بصلاة المغرب، ثم نزل الناس أمتعتهم، ثم رجعوا فصلوا العشاء، فكان هناك بينهما فصل. نعم، إذن ولذلك الآن في هذا الباب، أو قبل ذلك نقرأ الحديث الذي لأنه في نفس الباب، الحديث الذي برقم 810، وهو حديث من؟ نعم، تفضل. أيوة، حديث ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. أخرج البخاري في كتاب تفسير الصلاة باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. أيوة، إذن هذا حديث ابن عمر، وحديث ابن عمر أيضا متفق عليه، أخرجه البخاري ولكن ليس في كتاب الحج. نعم، لأن حديث ابن عمر ليس في الحج، وإنما أدرجه المؤلف هنا لمناسبة الجمع في مزدلفة، وإلا فحديث ابن عمر في الجمع مطلقا، في الجمع مطلقا في السفر. ولذلك قال حديث ابن عمر، يقول أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة، في كتاب تقصير الصلاة، وكتاب تقصير الصلاة هو الكتاب الثامن عشر في صحيح مسلم، في صحيح البخاري، كتاب الثامن عشر في صحيح البخاري، كتاب تقصير الصلاة. طيب، في أي باب؟ قال باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. أيوة، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. نعم، ثم ذكر حديث ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير.
ومعنى جد أي اشتد، جد به الشيء السير، بمعنى هو سائر، بمعنى هو في السير، ولكن يعني اشتد السير. نعم اشتد السير، فكان يسرع. عندئذ يجمع بين المغرب والإشاء. وهنا لم يبين، لأن الجمع على وجهين، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. وجمع التقديم أن المسافر يعني ماذا يأتي بالعشاء في وقت المغرب، يأتي بالعشاء في وقت المغرب، فيصلي المغرب في وقتها ثم يصلي العشاء بعد صلاة المغرب، فكأن العشاء صليت في غير وقتها، وهذا هو جمع التقديم. أما جمع التأخير فهو أن يترك المغرب فلا يصلي المغرب في وقتها حتى يدخل وقت العشاء، فيصلي العشاء فيصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء، هذا جمع التأخير. والظاهر من الحديث أنه يريد جمع التأخير، يريد ماذا؟ جمع التأخير. وجمع التأخير هو الحاصل في مزدلفة، لأن في مزدلفة أن الحاج لا يصلي المغرب في عرفات، يؤخرها ثم يصل إلى مزدلفة، وعند وصوله إلى مزدلفة وقد دخل وقت العشاء ثم يصليهما في مزدلفة، وهذا هو جمع التأخير. إذن فحديث أبي أيوب وكذلك حديث ابن عمر كلاهما في الجمع. طيب هنا سيأتي اختلافات العلماء في الجمع. أيوة، لأن من العلماء من لا يرى جمعا إلا في عرفات ومزدلفة، لأننا نعلم أن المسلمين في الحج يجمعون بين الظهر والعصر في عرفة، ويجمعون بين المغرب والعشاء في مزدلفة، فقالوا هذان الجمعان من النسك، هذان الجمعان من النسك، وهما من أعمال الحج. نعم، لكن إذا لم تكن حاجا، أنت فقط خرجت في السفر لكن ليس في الحج، هل تجمع؟ قالوا لا، ما في جمع. وهذا مذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة في مذهبه ما في جمع، أنك تجمع وأنت مسافر لا، إلا إذا كنت في الحج، إذا ذهبت إلى عرفة تجمع هناك بين المغرب والإشاء، وإذا ذهبت إلى مزدلفة تجمع. لكن هم مع قولهم هذا عندهم جمع يسمون الجمع السوري، هذا الذي عندهم الجمع السوري، أنك تؤخر الظهر إلى آخر وقتها وتعجل العصر في آخر وقتها، أي في أول وقتها، فتصليهما معا. فهم قالوا هذا ليس جمعا، لأنك صليت الظهر في وقته في وقتها، وصليت العصر في وقتها، وإنما فقط أخرت الظهر إلى آخر وقت الظهر، وعجلت العصر في أول وقتها، لأنك قبل أن تنتهي من صلاة الظهر في آخر الوقت وقد دخل العصر، فتصلي العصر أيضا، ويسمون هذا جمعا سوريا. لكن نقول ما هذا تكلف، هذا تكلف. نعم، وإلا مذهبهم ضعيف أو قولهم ضعيف. الجمع موجود، الجمع موجود في غير ماذا؟ في غير عرفات وفي غير مزدلفة، لأن الأحاديث متوافرة أن الرسول جمع في السفر. نعم، ولكن أحيانا العلماء إما الأحاديث لم تصلهم، أو أن الأحاديث وصلتهم بطرق غير قوية فلم يعني يحتجوا بها وهكذا. لكن المهم نحن عندنا علم بثبوت الأحاديث التي تدل على أن الجمع مشروع في غير عرفة وفي غير مزدلفة. نعم، وحديث ابن عمر دليل في هذا، لأنه عندما قال إذا جد به السير لا يريد به الحج، أي إذا جد به السير في السفر أنه يجمع، وإنما فقط هناك أيضا من العلماء من أجاز الجمع في السفر ولكن قيده كما في الحديث جد به السير، فيقول نعم يجوز الجمع في السفر ولكن إذا جد السير. أما إذا كنت نازلا مثلا، أنت مسافر
لو قلنا مثلا أنت خرجت من ورا إلى بوبو، لكن في الطريق نزلت في بورومو لكي تستريح، هل يجوز أن تجمع وأنت نازل؟ قالوا لا، لأنك لم يجد السير، أنت نازل، إذن إنما تجمع إذا جد السير، أما إذا لم يجد السير فلا جمع. نعم، فهي أقوال عند العلماء، لكن جمهور العلماء على ماذا؟ لأن هذا إذا جد السير هذا مذهب المالكية، هم أيضا من هؤلاء الذين وضعوا قيود للجمع في السفر. أما مذهب أحمد بن حنبل والشافعي ففيها سعة، أي وأن المسافر يجمع ما دام في سفر، يجمع سواء جد به السير أو لم يجد به السير. إذن وهذا هو القول الراجح، أن هذا رخصة في الدين، أن المسلم إذا خرج مسافرا جاز له أن يجمع بين الصلاتين، أي الظهر والعصر أو المغرب والإشاء. نعم، إذن لأن هذا رخصة من الدين، إذن فالرخص تؤتى كما تؤتى العزائم، وكما في الحديث النبوي إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تعطى عزائمه. إذن فهذا هو القول الراجح في هذا الباب. إذن وعلى هذا فالجمع بين المغرب والإشاء في مزدلفة هذا جمع يعني من النسك أيضا، كذلك الجمع، ولذلك يختلف العلماء طبعا، حتى الجمع في عرفة بين الظهر والعصر، قالوا هذا هل هو بسبب النسك أو بسبب السفر؟ لأن أهل مكة خرجوا من مكة، والحجاج مسافرون عادة، هم مسافرون، لكن أهل مكة إذا ذهبوا إلى عرفة يجمعون، فقالوا طيب جمع أهل مكة وهم أهل مكة، ولكنهم إذا ذهبوا مع الحجاج إلى عرفة يجمعون، فهل جمعهم من أجل السفر أم من أجل النسك؟ كلام عند العلماء. كذلك الجمع في مزدلفة هل هو من أجل السفر أو أنه للنسك؟ لكن الصواب أنه للنسك، الصواب وإن كان فيه سفر لكن الصواب أنه للنسك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فجمع في عرفات بين الظهر والعصر، وجمع في مزدلفة بين الظهر والعصر، والجمعان يختلفان أيضا، لأن الجمع في عرفات جمع تقديم، لأنهم يصلون العصر في وقت الظهر. نعم، يقدمون يعني الظهر العصر مع الظهر، والجمع في مزدلفة جمع تأخير، يؤخرون المغرب إلى العشاء، وهكذا كل ذلك من الدين. إذن فالدين بالاقتداء والاتباع. ونقرأ الحديث الأخير وهو حديث ابن عمر كذلك، الذي باب آخر طبعا، ندخل في باب آخر وهو الذي برقم 811. إذا فقرأ يا عمر هذا الحديث. باب استحباب زيارة التمريض في صلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة. نعم. والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر. حديث عبد الله بن مسعود قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها. أخرجه البخاري في كتاب الحج. باب متى يصلي الفجر بجمع. متى يصلي بجمع. متى يصلي الفجر بجمع. نعم، فهذا الحديث أيضا من أحاديث الحج، وهذا الحديث فهو حديث عبد الله بن عمر، أي عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود. يقول ابن مسعود: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والإشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها.
وهذا الحديث متفق عليه. هذا اللفظ عند البخاري في كتاب الحج كما استمعنا إلى الباب باب متى يصلي الفجر بجمع. وكذلك الإمام مسلم أخرجه أيضا في كتاب الحج وبوب له كما عندكم باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر. هكذا عنوان الباب في صحيح مسلم، ثم ذكر هذا الحديث في هذا الباب. طيب، الحديث كما علمنا حديث عبد الله بن مسعود وهو أيضا مشهور. فماذا قال ابن مسعود؟ قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين. وهنا نفي، هو قوله ما رأيت نفي أنه لم يرى النبي يصلي صلاة بغير ميقاتها، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كل صلاة يصليها في ميقاتها. قال إلا صلاتين، بمعنى هو رأى النبي يصلي صلاتين في غير ميقاتها، والمراد بالميقات الوقت، وقت الصلاة. وكما علمنا أن الصلوات لها أوقات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب، ما هما الصلاتان اللتان صلاهما النبي في غير وقتها؟ قال: جمع بين المغرب والإشاء. هنا يريد في المزدلفة، أيوة يريد الجمع في مزدلفة، وهذا صحيح، لأن في مزدلفة المغرب صلاها في غير وقتها، لكن هذا بسبب الجمع، بسبب جمع التأخير. طيب، وصلى الفجر قبل ميقاتها أيضا في مزدلفة، لأن من السنة المبيت بمزدلفة إلى طلوع الفجر أو إلى الفجر. إذن والرسول صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في مزدلفة مبكرا. فقول ابن مسعود هنا قبل ميقاتها لابد من فهم هذا الكلام. فقال العلماء: أي قبل ميقاتها المعتاد، وليس قبل ميقاتها معنى أنه صلى قبل دخول الوقت، لا، هذا الفهم لا يصح. وإنما كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا طلع الفجر يتأخر قليلا، لأن بعد طلوع الفجر فيه ركعة الفجر وفيه استعداد، بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعة الفجر اضطجع قليلا ثم خرج لصلاة الفجر. فلا يصلي الفجر بعد طلوع الفجر مباشرة، يكون فيه تأخير. وأما في يوم مزدلفة، في صلاة الفجر في مزدلفة يصلي عند طلوع الفجر، رأيتم؟ فكأنه صلى الفجر مبكرا على خلاف العادة. ولهذا قال ابن مسعود وصلى الفجر قبل ميقاتها، هنا لابد من زيادة ماذا؟ صفة، أي قبل ميقاتها المعتاد، حتى لا يفهم أنه صلى الفجر قبل دخول الوقت. وهذا لا يصح بحال، لأن في الدين لا يجوز أن تصلي صلاة قبل دخول وقتها أبدا، ما في مجال. وإنما الذي هناك أنك تصلي صلاة بعد الوقت كما في الجمع، لأن الجمع إما جمع تأخير وإما جمع تقديم، بسبب الجمع يمكن أن تصلي الصلاة قبل دخول الوقت بسبب الجمع، وهذا جمع مشروع بسببه. أما بدون ذلك فلا تصلى صلاة يعني قبل دخول الوقت. ولذلك وهنا الفجر ليس فيه جمع، صلاة الفجر لا تجمع مع صلاة أخرى. إذن فقوله وصلى الفجر قبل ميقاتها، المراد قبل ميقاتها المعتاد، لأنه في ذلك اليوم وهو يوم مزدلفة، لأنه بات بمزدلفة حتى أصبح. إذن فصلى الفجر مبكرا، صلى الفجر مبكرا ليتمكن من الاستعداد للدفع،
للدفع من مزدلفة إلى منى. فيصلون الفجر عند طلوع الفجر بدون تأخير. ومما يدل على ذلك أن البخاري رحمه الله عندما ذكر حديث ابن مسعود جاء بحديث آخر، جاء بحديث آخر لابن مسعود، منه نفهم. سنقرأ لأن حديث ابن مسعود الذي عند البخاري هنا لم يأتي به صاحب اللؤلؤ والمرجان. ماذا قال البخاري بعد حديث ابن مسعود هذا؟ روى حديثا آخر عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجنا مع عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه إلى مكة، ثم قدمنا جمعا أي قدمنا مزدلفة، فصلى الصلاتين. بمعنى ابن مسعود هذا الآن رواية حديث موقوف من عمل ابن مسعود، فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والإشاء والعشاء بينهما. هنا الآن سيأتينا مذهب ابن مسعود، مذهب ابن مسعود في مزدلفة أن صلاة المغرب والإشاء ليس جمعا، هذا هكذا يفهم ابن مسعود. ولذلك ماذا فعل؟ قال هنا فصلى الصلاتين أي المغرب والإشاء كل صلاة وحدها، صلى المغرب وحدها وصلى الإشاء وحدها وبينهما العشاء، بمعنى هو أذن وأقام فصلى المغرب ثم تعشى، بمعنى أكل، أيوة أكل طعام العشاء، ثم أذن وأقام للإشاء فصلى الإشاء بعد صلاة المغرب. قال ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، أيوة إذن هو صلى الفجر حين طلع الفجر. قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر، بمعنى لأنه صلى بسرعة عند طلوع الفجر صلى، حتى إن بعض الناس يشك هل طلع الفجر أو لم يطلع الفجر. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان، إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان أي في المزدلفة، أيهما صلاتان؟ المغرب والإشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، بمعنى الناس لا يصلون إلى المزدلفة حتى يعتموا أي حتى يدخل الظلام العتمة، حتى يعتموا. وصلاة الفجر هذه الساعة أي عند طلوع الفجر مباشرة، رأيتم؟ إذن ثم وقف أي ابن مسعود حتى أسفر أي بعد طلوع الفجر صلى الفجر، ثم وقف أي بالمشعر الحرام حتى أسفر، ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة. وهذا كان في وقت عثمان، فكان في وقت عثمان، فابن مسعود يعني صلى الفجر مبكرا ثم وقف بالمشعر الحرام حتى أسفر، بمعنى حتى تبين الصبح وقبل طلوع الشمس. ثم قال ابن مسعود لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن، بمعنى خرج من مزدلفة الآن أصاب السنة. قال الراوي فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان، يعني عندما قال ابن مسعود لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن لأصاب السنة، في ذلك الوقت رأوا عثمان أيضا يتحرك، رأيتم؟ فكأن قول ابن مسعود وافق دفع عثمان، نعم دفع عثمان. قال الراوي فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه، فلم يزل أي ابن مسعود فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. إذن فهذا الحديث ذكره البخاري وهو حديث موقوف ليبين أن قول ابن مسعود وصلى الفجر قبل ميقاتها لا يعني أنه صلى قبل طلوع الفجر، ولكنه صلى عند طلوع الفجر بدون تأخير، فكأنه صلى قبل الميقات
أي قبل الميقات المعتاد، وإلا فلا تجوز صلاة قبل ميقاتها إلا عند الجمع. عند الجمع إذا كان الجمع مشروعا فهذا أيضا مما أجازه الشرع، أما بدون هذا فلا تصح صلاة قبل ميقاتها. هذا ما ينبغي ذكره في هذا الحديث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا ويفقهنا في الدين ويرزقنا العلم النافع. وسنكتفي بهذا القدر في الأحاديث، ثم نرجع إلى النونية لنقرأ شيئا من النونية. نعم يا بولي. يعني إن واحد متآلف، نعم، عندما أراد أن يسافر، نعم، يجمع صلاتين قبل أن يغادر، سألناه على الدليل فقال أن النبي كان يعني يجمع بين صلاتين بدون عذر. بدون عذر؟ أيوه. نعم. لا، هذا الحديث بدون عذر هذا ليس صحيح بدون عذر. نعم، لأن في هذا حديث ورد، ورد في البخاري أن الرسول جمع في المدينة، قال بلا بدون مطر، بدون، لم يقل بدون عذر، وإنما قال لأن المعلوم أن الجمع عادة يكون بالمطر، ولكن في تلك المرة كان بدون مطر، لكن هل لم يكن فيه عذر؟ لا شك فيه عذر، أيوة، لكن السبب المشهور لم يكن بهذا السبب. نعم، إذن فالدين ليس بالعبث يعني. نعم، حتى كل واحد يفعل ما يشاء ثم يأتي بدليل غير قائم، أو يفهم من الدليل ما ليس مقصودا، لا، فهذا لا يجوز. الجمع عند الحاجة إذا كان هناك حاجة معينة لا بأس. قال العلماء إذا أحيانا يكون عندكم عمل معين ويكون العمل جدي وفيه مثلا ضرورة لكم أن تجمعوا. نعم، المهم الجمع لا يكون بالهوى، الجمع يكون بسبب. ولذلك في آخر الحديث أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته، بمعنى أن لا يكون في الدين حرج، بمعنى إذا كان هناك عذر وكان هناك حاجة ملحة يجوز أن تجمعوا، كما في السفر، وأحيانا تكونون مقيمين ويجوز أن تجمعوا عند الحاجة، أما فقط أن تجمع هكذا. لكن هو إذا كان يسافر فالسفر هو السبب، إذا كان هو يسافر كالذي يريد السفر وقد دخل وقت الظهر مثلا، الذي يريد السفر وهو في المحطة مثلا ودخل وقت الظهر، يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر ثم يركب. نعم، وهذا عذر يعني، هذا عذر وليس جمعا بدون عذر. نعم، المهم يعني عليه هو أن يتتبع كلام العلماء وأن لا يستقل بفهمه، لأن البلاء عند بعض طلبة العلم أنه يستقل بفهمه، يعني هو يقرأ حديث ويفهم فهما منه هو. طيب، ماذا قال العلماء السابقون؟ لأن هذا الحديث يعني درسه العلماء وشرحوه، فأنت يعني خذ من العلماء ولا تأخذ بفهمك أنت قبل أن تعرف ماذا عند العلماء، لأن العلم بالاقتداء وبالاتباع. نعم، أيوة. مشكلة أنهم لا يرجعون إلى العلماء، نعم، يختارون يوما فقط ويجمعون ويرون أن هذا هو السنة. طيب، من الذي سبقهم بهذا الفعل؟ طيب، سبقنا الصحابة، هل فعلوا هذا؟ والأئمة الذين هم أئمتنا نقتدي بهم، هل فعلوا هذا؟ وهل حالوا بجواز هذا؟ طيب، هؤلاء حقيقة يأتون بأمور لا تليق بالدين. نعم، الحديث لما عدى أسباب الجمع بلا مطر ولا خوف ولا سفر. نعم، فقال الآن لم يبقى شيء، لم يبقى شيء، نعم، لا خوف لا مطر ولا سفر، إذن ماذا بقول جمع فقط؟ طيب، هذا الحديث مروي والعلماء قرأوا الحديث، لكن هل فهموا كما فهموهم؟ وهل كان العلماء يجمعون هكذا بالهوى؟ نعم، حكم الجمع، نعم، في عرفة لا، إلا كما قلنا إلا إذا حصل ضرورة،
كما قلنا احيانا يكون هناك مثلا بعض الحجاج ينتظرون السيارة او الباص ثم يتأخر، فاذا خافوا ان يدركهم الفجر اذا يجمعون لان هذا صار ضرورة. والا لكن مثل هذا ايضا لو امكن ان ينتقلوا ولو مشيا حتى يخرجوا من عرفات ومن حدود عرفات ثم يجمعون، هذا افضل يعني. فعلى كل حال اذا كان هناك ضرورة فالضرورات تبيح المحظورات، والله تعالى اعلم. طيب الان كنا وصلنا الى البيت 12 بعد 300، هذا بالترقيم لكن عندكم ما في ارقام، وانما سنبدا بفصل. يقول فصل في قدوم ركب اخر. اظن عرفتم المكان. ايوه صفحة 54 لعل الطبعات تختلف. 53 طيب اذا فقرة الابيات يا عمر. يقول الناظم رحمه الله فصل في قدوم ركب اخر. واتى فريق ثم قال وجدته بالذات موجودا بكل مكان، هو كالهواء بعينه لا عينه، ملا الخلاء ولا يرى بإيان. عندكم ملا الخلاء؟ نعم. طيب ايوه تفضل. والقوم ما صلوا عن بئر ولا قبر ولا حش ولا اعطان، بل منهم من قد راى تشبيهه بالروح داخل هذه الابدان، ما فيهم من قال ليس بداخل أو خارج عن جملة الأكوان، لكنهم حاموا على هذا ولم يتجاسروا من أسكر الإيمان، وعليهم رد الأئمة أحمد واصحابه من كل ذي عرفان، فهم الخصوم لكل صاحب سنة وهم الخصوم لمنذر القرآن، ولهم مقالات ذكرت أصولها لما ذكرت الجهم في الأوزان. أيوة. فهذه أبيات قليلة تقريبا 9 أبيات، وهذه الأبيات المؤلف رحمه الله أو الناظم رحمه الله يحدثنا عن مذهب آخر، لأن الأبيات التي قرأناها فيما سبق كانت الأبيات تتحدث عن مذهب أهل وحدة الوجود. أيوة أهل وحدة الوجود الذين زعموا أن كل شيء هو الله. نعم. وقد رأينا مذهبهم وكذلك اتجاهاتهم في هذا المذهب. نعم. والمؤلف رحمه الله حكم عليهم بالكفر، وهذا بدون شك أنهم كفار، لكن المشكلة والبلاء أنهم يتسمون بالإسلام، يتسمون بالإسلام، بل هناك من يجعلهم من الأولياء كابن عربي والتلمساني والتلمساني وابن الفارض أمثال هؤلاء، يعني تقرأ بعض الكتب هم يعلوهم من الأولياء. وإذا رأيت إذا ذهبت إلى كتاب طبقات الأولياء للشعراني ذكر هؤلاء من الأولياء وذكر سيرتهم ويمدحهم، رأيتم؟ وهم أصحاب وحدة الوجود. نعم. الآن بعدما ذكر المؤلف أصحاب وحدة الوجود وهم الفريق وهم ركب، لأن هو يذكر لنا الذين تكلموا عن الله ويزعمون أنهم يعرفون الله، لأن أصحاب وحدة الوجود التوحيد عندهم أن تعتقد أن الله هو كل شيء، هذه عقيدتهم وهذا هو توحيدهم. لا إله إلا الله تفسيره لا موجود إلا الله، هكذا معنى لا إله إلا الله عندهم، لا موجود إلا الله بمعنى كل شيء موجود فهو الله، رأيتم؟ والعياذ بالله وسبحان الله. والآن ركب آخر غير أصحاب وحدة الوجود، قال في قدوم ركب آخر، وهؤلاء أيضا على ضلال وليسهم
مثل وحدة الوجود. ماذا قال؟ وأتى فريق، أي فريق آخر، ثم قال وجدته، أي أنه وجد الله، بمعنى أنه عرف الله. وجدته بالذات موجودا بكل مكان. أيوة، هو يقول الله في كل مكان وليس فوق مخلوقاته، بل هو في كل مكان. طيب، فسئلوا كيف يكون في كل مكان، فصلوا لنا كيف يكون الله في كل مكان، فقالوا هو كالهواء بعينه لا عينه. الآن الهواء ليس في، الهواء في كل مكان، لكن هل تراه؟ لا تراه. وهم قالوا الله كذلك، الله كالهواء في كل مكان، وإن كنا لا نراه لكنه في كل مكان. هو كالهواء بعينه لا عينه، يعني ليس هو الهواء، لكن هو كالهواء، هو كالهواء في كل مكان. ملأ الخلاء، عندكم خلاء، ملأ الخلاء، أو ملأ عندي ملأ الخلو، بمعنى ملأ الجو. أيوة، ملأ الجو ولا يرى بعيان، لكن لا تراه بعينك، لكنه هو الذي ملأ الجو. فهؤلاء ليسوا كوحدة الوجود، فيه فرق، لأن هو لا يجعل الله هو كل شيء، لكن هو يجعل الله داخل كل شيء. أيوة، الله تعالى داخل كل شيء، ولكن ليس هو الله. إذن فقال ملأ الخلوة، أو ملأ الخلاء ولا يرى بعيان. إذن والقوم ما صانوه، هؤلاء أصحاب هذه العقيدة، ما صانوه بمعنى لم يحفظوا الله، ما صانوه عن بئر، بمعنى هو في البئر، ولا قبر، هو في القبر، ولا حش، الحش مثل الحمام، أيوة هو في الحمام، ولا أعطان، أعطان الإبل، هو في كل مكان. بمعنى على هذه العقيدة الله تعالى حتى في الحمام، مكان النجاسة الله هناك، رأيتم؟ وكذلك في كل مكان، حتى في القبور وفي أي مكان الله هناك. بل منهم من قد رأى تشبيهه بالروح. أيوة، بعد أصحاب هذا القول قالوا مثله كالروح. الآن الإنسان يعيش بجسد وروح، طيب تسأل أين الروح؟ أنت لا تراه، ترى جسدك ولا ترى الروح، والروح موجود. فقالوا الله تعالى مثل الروح، أي في الكون، الكون موجود، الناس موجودون، والأشجار موجودة، والله تعالى موجود معهم كالروح مع الجسد، كالروح مع الجسد. بل منهم من قد رأى تشبيهه بالروح داخل هذه الأبدان. إذن فهذا مذهب، هذا المذهب ماذا يسمى؟ يسمى هذا المذهب مذهب الحلول. أيوة، الحلول، وهذا هو حلول خاص وحلول عام. فهؤلاء مذهبهم هو مذهب الحلول العام، أي أن الله تعالى في كل مكان، بمعنى أنه حل في كل مكان. وهناك عند الصوفية حلول خاص، أن الله في كل مكان، رأيتم؟ قال وعليهم رد الأئمة أحمد، الإمام أحمد له كتاب الرد على الزنادقة والجهنمة، ردوا على هؤلاء، منهم الإمام